مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في اليوم الرابع من فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعتها 23. نخصص نهار اليوم للحديث عن النخبة الجديدة من الجيل الجديد من الكتاب والروائيون في فقرة أروقة السيلة، ثم نعود. برازيل كتبت نفسها في نص كان يمكنه ألا يصدر تماما، نص احتفظت به مدة 3 سنوات، ثم فضلت مقاسمة اللحظة، مقاسمة المتعة، مقاسمة الرحلة، لأننا ومقاسمة أيضا المكتبة الجزائرية. المكتبة الجزائرية تخلو جدا من كتب أدب الرحلة. هذا الكتاب كان وزير الثقافة سيد عز الدين ميهوبي هو من حفزني على كتابته، على اعتبار النقص الفادح في المراجع على مستوى الكتاب الرياضي. ولكني بعد ما كتبت كتاب رياضي قررت أن أعود إلى هذا الكتاب شهر أوت الماضي، فغيرته بشكل تام فجعلته كتابا في أدب الرحلة، لكنه يعبر على الرياضة يحضر الأدب، تحضر الفلسفة، يحضر الفكر، يحضر الشعر، يحضر كل شيء متعلق بالبرازيل. حاولت مقاسمة القارئ لحظة السفر ومتعته منذ امتطاء الطائرة وإلى غاية رحلة العودة عبر طائرة الخطوط الفرنسية إلى الجزائر. فكرة رواية هالوسين هي يعني فكرة تعالج مسألة كيف أن الإنسان يجد نفسه خاضعا لفكرة معينة أو لإيديولوجية معينة أو لمعتقد يقيني مطلق، أو وكيف أنه يعني يسقط فخ داخل تلك الفكرة ولا يستطيع أن يتحرر منها، وكيف هي نوع من يعني العمى الذي الإيديولوجي الذي يصيب الإنسان، وهذا العمى هو يعني الذي يجعل فكرة الشمولية أو الأفكار الشمولية والأنظمة الشمولية يعني تسحق الإنسان وتستعبد الإنسان ويعني تقيد وتكبل الفكر والعقل والجسد بصفة عامة. مشاركتي جيدة جدا عكس السنة اللي فاتت وين كنت أصدرت كتاب حبيباتي بالتصوير البطيء، وهو كتاب نشر في الفضاء الافتراضي PDF في صيغة PDF احتجاجا على بعض الوضعيات السيئة التي وجد الكاتب نفسه فيها في علاقته مع دور النشر. لكن هذا العام كان حضور متميز وكبير من خلال أولا حبيباتي بالتصوير العكسي، امتداد لحبيباتي بالتصوير البطيء، وهو 100 قصة وقصة عن دار بوهيمة الواعدة والمتفتحة على مختلف الخطابات الأدبية، إضافة إلى كتاب 16/20 الصادر عن دار ميم للنشر وهو عملي الروائي الأول. أنا سعيد جدا بالتواجد في هذا المعرض وبالتقاء ناس كنت أتفاعل معهم في الفضاء الإلكتروني، والآن أنا ألتقيهم وجها لوجه وأستمع لآرائهم وأشاهد ثمرة عملي في عيونهم، وهذا شيء رائع بالنسبة لي. دائما في سياق الموضوع وهو موضوعنا لنهار اليوم للحديث عن النخبة الجديدة من الكتاب، نذهب إلى ضيف فقرة ضيف أسيلة، وضيفنا اليوم سيد بكر حمادي صاحب أصغر دار نشر في الجزائر بوهيمة، ثم نعود. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبعد ما كنا تكلمنا على الجيل الجديد من الكتاب والأدباء النخبة الجديدة من المثقفين، نعود نقول لكم الدار نشر صاحبها كذلك شاب من العشرينيات والثلاثينيات معي ومعكم ضيفي وضيفكم صاحب نشر في الجزائر بكر حمادي، أهلا بك. مرحبا أخت زهيدة، مرحبا بالقناة المتميزة جزائرية وان. شرف كبير أن نكون متواجد في معرض دولي للكتاب،
وتكونوا أنتم موجودين أيضا في الجناح، جناح بوهيما. طيب بكر، قبل ما نبدأ ونهضروا على العراقيل ودور نشر الجزائر بصفة عامة في الجزائر، كلمنا على دار النشر الخاصة بك اللي أسستها هذا العام على ما أعتقد، الاسم اسمها بوهيما. كيف كانت الفكرة وكيف جاءت هذه الفكرة؟ هي الفكرة انطلقت من جلسة أخوية وحوار كان حول الأدب، وتكلمنا عن البوهيمية ومنها اشتقت الفكرة. مشروع دار النشر كان فكرة يعني سحابية، مع الوقت فكرنا في الانطلاق ودخول الميدان. البوهيمة هي مشتقة من كلمة البوهيمية، وهي عندها أصل فني ورمزية للمدرسة الأدبية البوهيمية، والتي ترمز للشخص البوهيمي المتمرد على القوانين. عملنا إسقاط عليها في الأدب، أن نكون خارج القوانين، خارج الروتين، خارج الأعراف، خارج أي شيء، وطبعا هذا كله من أجل التميز. طيب أنت كأصغر صاحب دار نشر في الجزائر، وكاين دور نشر كثير على غرار دار النشر الجزائر تقرأ والعديد منها، لاحظنا أنه الشيء المتميز في هذا دور النشر هي مشاركة الشباب والجيل الجديد من الكتاب في هذه دور النشر بكتابات متميزة جدا. كيف أنتم شجعتوهم وعطيتو لهم فرصة باش يشاركوا معكم في دور النشر؟ خط النشر عندنا في دار بوهيما، فكرنا في المزج بين دور النشر، بين الكتاب بتاع الجيل القديم والجيل الجديد. طبعا اعطيناهم كل الثقه لهم. انا اصلا اؤيد يعني الكتابات، لازم الشاب يكتب، ما عندناش حق الرفض، عندنا حق النقد. ما نقدروش نصادروا اي محاولات ادبيه، يعني الشاب لما يجرب وتكون فيه هذه الاجواء الادبيه ويكون فيه تنوع، يخرجوا لنا اعمال جيده ومتميزه وكتاب واعدين اللي تقدر تعول عليهم في المشهد الادبي العربي. كان عندنا اعمال شبابيه مثلا كما ترجمه رحيل بالي، عندها 21 سنه. عندنا ترجمه لبو معرف، هو ايضا شاب، ترجمه روايه جوزيف كونراد العالميه قلب الظلام. فكرنا انه الدار تعنى بالاعمال لا بالاسماء، لهذا حرصنا جيدا ان تكون لنا لجنه قراءه التي تحرص على تقديم العمل المتميز للقراء. طيب بكر، كونك صاحب هذه دار النشر، أخبرنا عن العراقيل التي توجهونها من ناحية كامل تأسيس الدار، وما هي العراقيل اللي تواجهوها؟ العراقيل أو مشاكل النشر في الجزائر خاصة أو الوطن العربي عامة هي معروفة منذ سنوات. في الجزائر واجهنا مشكلة، خصوصا هذه السنة، مشكلة الورق، يعني المادة الأولية لصناعة الكتاب. أغلب دور النشر عانت من هذه المشكلة، المطابع كذلك. عندنا أيضا مشكل معروف هو التوزيع، يعني اللي يفكر باش تكون عنده صناعة كتاب لازم يخلق أجواء أدبية، يفكر في الخروج من نطاق هذاك التقليدي تاع دور النشر والمكتبات، يفتتح مقاهي أدبية. وشفنا المبادرات تاع عبد الرزاق بوكبة ومبادرة تاع عدل صياد مثلا، هذه الأجواء هي اللي تساعد باش تنشر ثقافة الكتاب. إن شاء الله أنا شفت باللي في أمل، يعني أفضل من السنوات السابقة، راح يكون نشاط كبير إن شاء الله، تكون دور النشر منافسة، وهذه المنافسة طبعا من أجل تقديم الجودة دائما وتقديم الإضافة. يبقى مشكل، صح، مشكل الورق، مشكل المطابع، ومشكل التوزيع. كان هذا المشكل خصوصا هذه السنة، يعني ما كانش متوفر، دخلنا مثلا هذا الورق لو بوفون هذا دخل في نهاية أوت، يعني واجهنا تحديات مع الكتاب أيضا، يعني الكاتب يحب يكون كتابه جاهز في المعرض في هذه المناسبة، في هذا العرس الأدبي. ومن بعد نتمنى أنه دور النشر تساهم، ومش شرط أنه تنشط فقط في المعرض الدولي للكتاب، تنشط على مدار السنة، والكتاب يكون متوفر على مدار السنة في المكتبات،
في البلديات، في المناطق النائية، في كل مكان. طيب سؤال واحد آخر بكر، لاحظت أنه بعض الشباب الكتاب يلجأون إلى دور نشر مش نقولوا جزائرية ولكن عربية، في رأيك ما هو سبب هذا النزوح؟ يعني أي كاتب في العالم يطمح أنه تكون عنده شهرة ويوصل كتابه لأقصى الحدود وينتشر كتابه في كل بلاد. يعني هنا الكاتب اللي يروح لبلد عربي ولا يتواصل مع دار نشر عربية، همه الوحيد أنه كتابه يتوزع ويكون معروف ويوصل، وممكن يسمح له باش يترجم العمل للغات أخرى. لهذا كان الكاتب الجزائري يروح لدور النشر مثلا اللبنانية والمشرقية عامة، لكن نشوف باللي هذا العام إن شاء الله والعوام المقبلة راح تكون المنافسة والانطلاقة من الجزائر بشهادة الكثير من الناشرين والأدباء العرب الأصدقاء مثلا اللي قالوا لي أن الجزائر راجعة بقوة، خصوصا مع دورنا الشبابية الواعدة واللي عندها طموح وعندها رؤية وعندها استراتيجية أنه تصنع الكتاب. أهم شيء أنه تصنع الكتاب من الغلاف، من الورق، من الديزاين، من التوزيع، من الأفكار، تخلق له يعني مساحة أوسع وفضاء أوسع من أنه يوضع في الرف، يعني يترجم، يكون في المكتبات، يكون في أي مكان. الجزائري نهار يشوف هاد الإضافات ويشوف هاد يعني كيفاش نقولوا احنا الخدمات راح ينشر هنا في بلاده. من الاحسن انه يروح ويدفع المال. حتى كان دور نشر مثلا احنا كان عندنا هذا العام تبنينا كل الاعمال، تكاليف طباعه تبنيناها عاتق الدار، دار نشر مثلا الجزائر تقرا اللي هو مديرها قادة زاوي صديقي، كانوا حطوا بيان باش يتكفلوا بكل الاعمال، وكاين اعمال ونظموا ايضا مسابقات. المسابقات هذيك راح يترجموا منها لغات، يترجموا الأعمال للغات أخرى، راح تكون فيها مسرحة الأعمال مثلا. لهذا الجزائري، مش الجزائري فقط، حتى مثلا احنا عندنا أعمال عربية، عندنا زيد عمران، عندنا ضياء جبيلي كان خرج البارحة في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى. يعني كاين كتاب عرب نهار يشوفوا الواجهة الجزائرية صارت قوية وصار عندها توزيع يرجعوا للجزائر إن شاء الله، علاش لا. قبل ما نختموا هذا الحوار الخفيف، خبرنا عن مشاريع بوهيما، وهل هناك نشاطات ثقافيه خارج دار النشر؟ يعني كما دار عبد الرزاق بوكبا، كما يعني احنا هذا مثل هذه المبادرات نتمنوها، هل يوجد في مخططكم نشاطات؟ اكيد هناك، كما هناك اهداف قريبه المدى هناك اهداف استراتيجيه. ان شاء الله بعد معرض سيلا نحضروا تقريبا كل المعارض الجهويه في الجزائر، نحضروا المعارض اللي تكون في الجامعات، ان شاء الله عندنا حضور في معرض الدار البيضاء بالمغرب، ان شاء الله في تونس، ان شاء الله في مصر، وان شاء الله في دول اخرى. من ناحيه الاجواء الادبيه اللي حكينا عليها، تنظيم ندوات، تنظيم المقاهي في المقاهي الادبيه، تعاون بين دور النشر مهم جدا. انت تعاون بوهيمه مثلا مع الجزائر تقرا، او تتعامل مع ايكوزيون، هذا من اجل تكريس ثقافه الكتاب فقط، يعني المنافسه شريفه. عندنا ان شاء الله مشروع الاذاعه الخاصه ببوهيمه، هي اللي راح تكون فيها برامج، تكون فيها حصص، إذاعة إلكترونية. إن شاء الله أيضا البيع، نحوسوا باش تكون عندنا بيع يعني في الإلكتروني مع مواقع العربية والعالمية كما جمالون، نيل والفرات، ترجمات إن شاء الله مع موقع الأمازون. يعني هناك عدة أهداف إن شاء الله بإذن الله نلحقوهم إن شاء الله ونحققوهم. طيب شكرا لك، كلمة للمشاهدين اللي راهم يشوفوا فيك وللزوار كذلك وحتى للناس اللي راح حبت تخرج كتاب، واش تنصحهم انت كصاحب دار النشر؟ اولا كلمة للقناة الجزائرية، نشكر القناة اللي دائما عدتها كل سنة عندها تغطية خاصة بالمعرض، والله هذا شيء مشرف. كلمة للجمهور، لازم الجمهور يتعلم يجي للمعرض، ما يسمعوش لهذوك اللي ينتقدوهم الناس السلبيين، لأنه المعرض الجزائري شاهد عليه باللي من أكثر المعارض العربية في التوافد. كلمة للكتاب خصوصا الجدد، لا بد من الاشتغال على العمل، لا بد من الاشتغال على العمل. يعني لما لجنة القراءة تعطيك الرد بالرفض، ما تشوفهاش باللي هي عندها خلفية ولا راها ضدك ولا، بالعكس انت راك تنضج، يعني كل عام راك تنضج.
نشوفوا باللي تكتب منشور في الفيسبوك يفكرك به بعد سنه تقول انا واش كنت نكتب. يعني انت راك تنضج راك تتطور، فكر مليح قبل ان تكتب، قبل ان يوضع كتابك في الرف لازم يكون هذا الكتاب مشرف ليك، ما يكونش وصمه عار في التاريخ تاعك. يعني ما تتقلقش وقتاش ما وصلت لازم كتابك يكون واجهه لك. هذه هي ونصيحه للجمهور، زيدوا توافدوا على المعرض. كاين طبعا مفاجات، كاين مفاجات في دار بوهيما ان شاء الله في الايام الاخيره تاع المعرض. شكرا اخت زهيده. اذا مشاهدينا الكرام بهذا مع ضيفي الكريم وكذلك مع دار هذه النشر لتوزيع الكتب بوهيما وصلنا الى نهايه عددنا لنهار اليوم. نلتقي غدا في موضوع جديد ومع ضيف جديد. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه، الى اللقاء.